أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاشتغال بسماع الأناشيد في رمضان وإقامة فرقة لذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأناشيد هذه من شعار الصوفية، الصوفية المبتدعة هم اللي يشتغلون بالأناشيد ويتقربون بها إلى الله ويجعلونها من الذكر، من ذكر الله. أما أهل السنة فلا يشتغلون بالأناشيد، إنما يشتغلون بتلاوة القرآن وبذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وطلب العلم، هذا شأن أهل السنة والجماعة. أما الصوفية فأذكارهم الأناشيد والترانيم والأنغام وضرب الطبول وغير ذلك.